السلام عليكم السي العلامي لاباس بخير الله يحفظك كلشي مزيان بعد تكشيطاتني عاوتاني جلابه هادي راه ماشي تكشيطه العلامي اش بان لك لا من بعد تكشيطه دابا جلابه جبدي البات دابا هذا جبدي البات ديال الخيط شي قرب معانا واش تعرف هذه الخيط راه كيكون خيوط ها هما خارج مخدومه من الخيط طاليان هادي راه غتلقاها مطبوعه فيها ديال طاليان ماشي ديال الشينوا ولا شي حاجه هادي 250 درهم واللوينات ديالها هما كما كتشوفوا معايا غتلقى النويمرات كما العاده تحت الصندوق ديال الوصف سي محمد نورا ساميه العالمي صورو 52 على متر و 60 خطر ملكي الثمن 250 درهم 5000 دريال لا كان شي تعقيب شي تعليق كومونتير حداك قولي شنو باغا بغيتو شي شكيلات نصوروهم شي حاجه نديرو فيها السولد ماشي مشكل احنا راهنا الاشاره مبردين غير بالقطيب زويوقه حلوه صغيره قداش ما صغارت الزواقه في الجلابه كطلع حلوه اكثر زيتي نيود هذا البارم الأربع الحمامي الحمامي ولا الفختي هذا الحمامي ولا الاخر ها هما اللوينات باينين ودائما لادريس هنا الحي الحسني شارع افغانستان بالضبط كرانس بالضبط لاصقين باب الجامع ديال العيارات واللي خدا شحال بالصحة والراحة هما اللوينات ديالها كاملين هادي جلابة بروكار لا مارك شاغو باردة ديال الحضور هذا ديال التبعصيص ماشي شي حاجة ديال كارفيس هادي زواقة 3 دي هادشي اون غولييف فيها هادو بياسات اونيك كيكونو فيها 6 ديال اللوينات لون انستيكلو يبان اللون ديالو اللوينات ديالها هادي كتجي غير بالقطيب خفيفة وصحة وراحة ما تحتاجش الزواق ولا الدبانة ولا الكوزة ولا تصرف عليها الفلوس بزاف حيت هي أصلا جلابة عاطية لا ماتيار ولا الصوب راه الخيط والكوطون لا قبل باش ما تعرقكش تكون باردة في الصيف كما كتشوف معايا ستة ديال الحبات ستة ديال اللوينات اللون اللي تباع ما بقاش شوفي اللون الآخر هادي الثمن ديالها 450 درهم شاغو جلابة بروكي كلي لبسات بالصحة وراحة إيوا السخاوة ديال رميساء والتانية هي الكادويات ديال العيد الكبير إن شاء الله حنا معاونين معاكم فيهم 150 درهم كريب كادي إندونيسيا لكن هذا راه السيمانة هذا كاس السيمانة هاد الكاس سيمانة كامل هذا سيمانة باش حتى حنا ما نضروش بزاف حيت ما كاينش فيه شي رباح كثير احنا معاونين معكم ومقصرين معكم وصافي وفيه لوينات زوينين جبنا لكم فاش تختاروا هاد اللون ديال الحنه 150 درهم ثمن الشوايه ولا طاجين ياك ثمن طاجين ثمن كيلو البصله جيم 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 بارطاجي الناس اللي كيقول لك كنشوف بحال واحدة اليوم جات لواحد بياسة حنا لايحين في رمضان وقالت لك بغيتها والو شنو كيوقع ليها هذيك السيدة ديما كتفرج في اثواب رميساء ولكن ما كديرش ابوني وما كتفعلش الجرس كنشوف فيديو ديالها معطل مع السي عبد الرحيم ديما كيسهر على الراحة ديالكم كمل معايا السي العلامي
150 درهم. عبد الرحيم ولا كيصل في الديبو ديما. الله يسمح لينا منهم ما كيريتيش. صبعو تقطع. صبعو نعوجو نعوجو تراجلو. وخصوصا في هذا العيد هذا السي عبد الرحيم قارناه. والله يسمع لي كيداي علينا علاش كنديرو بروموسيو كيبقى في الصال. اصبر معنا السي عبد الرحيم ما نزيدوك في الصالير. لا لا سامي.